عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا منساش نعمل لايك نشترك في القناة. وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن الإعلامية الجزائرية المحترمة المحبوبة فرح ياسمين وكل تفاصيل حفل زفافها واللباس التقليد الجزائري ورقصها مع كنزة ومنال وكل أصدقائها الجمال واللباس القبائلي وكتير جدا جدا من التراث الجزائري والتقاليد الجزائرية ورقصها مع والدها. كل ده هتشوفوه هنا وبس. يلا بينا نشوف كل لقطات الفرح. اتمنى لها كل التوفيق والسعاده يا رب العالمين، واتمنى لحضراتكم كل التوفيق والسعاده ان شاء الله من كل قلبي. اشوف حضراتكم عن الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.